تتراكم أقوام النفايات بين المناطق السكنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما تتسبب في انتشار الروائح الكريهة والقوارض والكلاب الضالة والحشرات التي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة. المنظر لحاله بيحكي، الريحة هيك زي ما انت شايف، زي ما انت شامم الله يعزك، بعوضة في الليل، الجو بس يشم ريحة شوبة بتلاقي هسس بعوض، كل أنواع الحشرات. يعني أقول لك حتى الشبابيك مسكرة ملفوفة، لأنه تعرف اليوم في شبابيك من وراء الخبر كله مفتحة، الضوء كلها مفتحة، فالواحد يعني النوم ما نعرفش ننام من وراء البعوض، والريحة زي ما انت شايف. استمرار العدوان على القطاع منذ أكثر من 200 يوم أدى إلى تكدس النفايات على الطرقات جراء عجز الطواقم البلدية عن العمل. بنعاني من البعوض، بنعاني من الحشرات، حشرات عمرنا شفناها في تاريخ حياتنا من يوم ما ولدنا لحتى اللحظة. هذه النفايات بتأثر على كل المخيم كله، على الصغار، على الكبار، على الأطفال، على كله، لأن هذه النفايات هذه مضارة للمجتمع، لأن هذا لازم يكون لها حل. الحل الوحيد اللي هي البلدية المفروض تبحر جوا. صراحة أنا أحد أبناء هذا الحي، منطقة بركة الوز، إحنا بنعاني من مشكلة كبيرة، مشكلة النفايات الموجودة هاي. هاي النفايات عاملة لنا أكثر من مشكلة في حياتنا، في حياتنا الصحية. عندنا أطفالنا بعانوا من الرائحة، بعانوا من بعض الأمراض، نزلات معوية، بعانوا من شدة انتشار البعوض، مش قادرين نقاوم ولا نوجد له أي حل. ووفقا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، فإن قطاع غزة كان ينتج يوميا قبل الحرب نحو 2770 طنا من النفايات الصلبة، ومع بدء الحرب ازدادت النفايات الطبية بصورة أكبر، وهو ما جعل الوضع يتفاقم ويعرض صحة وسلامة الأهالي للمزيد من المخاطر والتهديدات.